السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موعدنا مع الجزء الثاني من الشابتر الثالث، هو تبسيط الدوائر المنطقية زي ما حكينا من قبل. تمام، فهكون موضوع اليوم هو product of sums simplification، التبسيط باستخدام ايش ال product of sums، مضروب المجموعات اللي هو قلنا عنه. شو sums بيكون دائما هي max terms، وال product of sums بيكون مضروب من ايش max terms. تمام، عشان نبهد الموضوع ونخش له بشكل يعني ربما يكون أكثر سلاسة، نخش على موضوع الأبروتش رقم واحد أو الطريقة الأولى. تمام، نعمل simplifying للإف داش، يعني مقلوب أو معكوس الفانكشن تبعنا أو الدالة المنطقية تبعتنا. تمام، in the form of the sum approach، بمعنى كيف نعمل إف عليه إف داش بطريقة استخدام إيش دي مورغان ثيوريم. مثلا عند الإف نخسر اف داش، كيف نعمله اف اف داش وبين قوسين كم مره داش، فبصير عندنا عمليا نعمل سمبليفاينج الاف باستخراج الاف داش وبيخلي كله في داخل قوس كبير. هاي القوس الكبير عليه كم مره داش، فطبعا معكوس المعكوس برجع كم مره زي الاصل، فما نكونش غيرنا في قيمه الايش الاكسبريشن اي شيء. تمام، فالاف داش بسموها ايش هذه sum of products، لانه احنا بنقلب المضروب الى المجموع زي ما احنا عارفين في دي مورغان او قواعد. لما نوزع الداش على داخل على التيرمز اللي في الداخل او الحدود الداخليه للفانكشن او داله البولين اكسبريشن، بتصير ضرب قسمه والقسمه ضرب، وبنغير الاشارات تحت الداش تحت العكس يعني المعكوس. تمام، فاف بتصير عندنا ايش product of sums بقى مكان sum of products. حط الاف داش على الفانكشن بالsum of products او بتصف الاف لحالها بكون product of sums زي ايش زي بصير مضروب الايش max terms زي ما بقى مكان هنا مجموع المين terms هي sum of products. تمام، او عن طريق الدواليتي اللي هنا الدواليتي، فعندنا الكومبينيشنز اوف max terms if it was min terms. يعني هان نعمل كومبينيشن لمين للماكس تيرمز مباشرة من الجدول، بدل بعد ما نكون نعمل كومبينيشن لميل للمين تيرمز، نكون نطلع وين في وحدات هاي المين تيرمز، هاي مثلا نطلع وين في اصفار عشان نطلع الماكس تيرمز. تمام، كيف سهل على الموضوع؟ عندنا الام 0 ضرب الام 1. تمام، ام 0 مضروب ايش في الام 1، يعني ايش ايش برودكت اوف ايش ماكس تيرمز، يعني ضربوه في بعض او الكومبينيشن تبعهم. كيف بصير عندنا مثلا عندنا الام 0 مثلا بتساوي اي بي A زائد B زائد C زائد D. تمام، هذا ايش مجموع terms مضروب في مين؟ مضروب في التاني. بعد ما كنا نقول احنا A B C زائد مثلا زائد الترم الثاني C D B ولا X Y Z. تمام، عشان يطلع مجموع المين terms يكون الزائد محل هنا، هسه ناخذ احنا في الجوبه داخل اقواس المجموع يعني هو max term، نضربه في max term الثاني. فعندنا A B A زائد B زائد C زائد D مضروبة في ال A زائد B زائد C زائد D داش. تمام، لو استخرجناها من جدول زي هذا عندنا A B C D، فعندنا ماكس تيرمز موزعة من M0 ل M1 M2 M3 طبعا طريقة A B C D كود زي ما احنا عارفين الطريقة العامة للموضوع. هذا الموضوع وتساوي عندنا هان A زائد B زائد C وزائد ايش هان عمليا دي دي داش، لانه احنا اخذنا هان اي بي سي لقيناها مشتركه اخذناها برا، طلع عندنا دي دي داش فبروحوا مع بعض، فبصير عندنا هان ايش لانه هذا زائد دي دي ضرب دي داش زي ما احنا عارفين حيكون في واحد فيهم ماشي واحد والثاني معكوس وحيكون صفر، فبتطير الترم هذا، فضل عندنا ايش اي زائد بي زائد سي. فبالتالي احنا بسطنا عن طريق استخدام سم product of sum simplification. هذه الفكرة العامة للموضوع، يا اما بنقلب الاف الاف داشين ورا بعض ونبسطها، يا اما نستخدم الدواليتي مباشرة للام الماكس تيرمز ونقوم تطبيق نفس القواعد الجبرية المعروفة سابقا استخراج عام مشترك. وفي الحالة هذه بعد ما كنا في تبسيط باستخدام المين تيرمز نضرب في واحد لما يكون دي زائد دي داش واحد فيهم حيكون واحد، وبالتالي الاور اي شيء اور واحد حيطلع واحد، ضربناه في الترم الاولاني حيروح الترم هذا. لا بروح نجمع احنا مع الدي ضرب دي داش، وجمع هذا مع صفر دائما عاده لما يكون الايش المتغير مع معكوسه، وبالتالي برضه بطيء الترم. فهي الفكره الاساسيه، ارجو ان تكون الفكره وضحت الان من حيث الاساس. هناك في المين تيرمز كنا نطلع دي زائد دي داش مضروبه في الترم، هتكون اضرب في واحد لانه دي زائد دي داش مثلا هتكون واحد فيهم واحد، والاور اي حاجه اور واحد حيطلع الجواب واحد
هذا جبر البولين. في الماكس تيرمز بنطلع على المشترك كان ومخلي جوا دي والدي داش او اكس واكس داش او واي واي داش، وبكون دائما هذا ناتج صفر. مجموع اي شيء مع الصفر، مجموع اي شيء مع الصفر مش هذا القيمه، بضل على الترم الاولاني اي زائد بي زائد. تمام. نيجي هان نرجع كمان مره نفس الشيء بينهم. نيجي كمثال الاكزامبل 8 كمثال على الموضوع هذا، عندنا الاف بتساوي سم اوف من تيرمز 0 1 2 5 8 9 10. هيها بدك يعني 0 1 2 5 8 9 10 فيهم وحدات. سم اوف برودكت هذا اللي هو سم اوف برودكت بسموه، اند بي برودكت اوف سمز اللي هو مضروب الماكس تيرمز يعني السمز. بنلاقي عندنا هان واحد اصفار عند الام 3 والام 4 والام 7 والام 6 والام 11 و12 و13 و14 و15. تمام. التبسيط كالتالي، يا بناخذ الطريقه الاولى الاف بتساوي اي بي سي دي اللي هي بتساوي مجموع المضاريب اللي هي 0 1 2 5 8 9 و10 اللي هنا، او تساوي هان لو بسطناها بالطريقه اللي حكيناها المره الماضيه حنبسطها حنلاقي عندنا مثلا اول التيرمات اللي جات هان في الوحدات، حيلاقي جاء عندنا وين جاي مثلا اول تغيرات اللي هم مثلا هذول الاثنين جنب بعض، حنلاقيهم جايين مع مثلا مع مين؟ جايين مثلا مع ايش؟ لما كان عندنا البي داش موجود، تمام؟ البي داش مع مين؟ مع السي داش. هاي السي داش. هاي المنطقه كلها سي داش وبي داش، تلاقي هاي موجوده بي داش وسي داش، تمام؟ لو اخذنا اي حاجه ثانيه، اخذنا مثلا هان عمليا المتغير ثاني حيطلع شيء ثاني معنا في النقطة هذه. بمعنى لو اخذنا مثلا المربع اللي هو ايش؟ اللي هو المربعين مثلا هنا، حناخذ هذا اللي هو الام 0 والام 10، حنلاقيه جاي مع ايش؟ مع البي داش لو مش داخل في البي، وجاي مع مين؟ مع الدي داش. الغير هيك حلاقي داخل هان عندنا الاي والاي داش، فحيعملوا اليمينيشن مع بعض، وحيكون داخل عندنا هان برضه في الحاله هذه السي والسي داش بعد التبسيط. المهم لو بسطنا هاي التيرمز كلها، اخذنا هنا وهنا مع بعض، هنا وهنا مع بعض، وهنا وهنا مع بعض الام اي 1 و5، وبسطنا بالطريقه الماضيه، حيطلع عندنا التيرم مبسط في الاخر على البي داش دي داش زائد بي داش سي داش زائد اي داش سي داش دي. مش هعمل كل امور التبسيط اللي عملناها المره اللي فاتت، بسطناها انه مثلا ام 2 مع الام 0 والام 1 مع الام 5 والام 8 مع ام 9 والام 1 مع الام 10 عفوا مع الام 2، ونبسط بطريقه اللي اخذناها المره اللي فاتت انه هتخلي المحاضره تصير ساعتين تسجيل يعني. لكن بالنهايه لو بسطنا بالطريقه اللي حكيناها المحاضره الماضيه، حيطلع لنا الناتج هنا في المين تيرمز بي داش دي داش زائد بي داش سي داش زائد اي داش سي داش دي. تمام. هذا هو الناتج. لو اخذنا المعكوس تبعها البي داش حصير شو هو؟ وين في عندنا اصفار اللي هي يعني حصير عندنا في الحاله هذه وين في عندنا اصفار؟ لو اخذنا مثلا العمود هذا، العمود هذا جاي دائما مع مين؟ دائما جاي في اطار السي والدي زي ما شايفين، فحكوا عندنا سي دي، لانه لو اخذنا مع الاي داش والجسمه اسمه الاي داش هي الاي جاي من هنا والاي داش جاي هنا، وحتروح الاي مع الاي حتروح البي، حتلاقي جاي عندنا هنا البي وجاي عندنا برضه كمان محل البي داش جنبها بعض لانها جاي في البي فجاي في اطار البي داش، حيعملوا اليمينيشن لبعض مع بعض، فضل عندنا عمليه ايش؟ اللي هي الدي والسي، هي الدي والسي. مثلا لو اجينا من هذا هان لو جينا هنا واخذنا هذا التيرمات كل ما دول اللي هنا، تمام؟ حنلاقيهم جايين مع مين؟ مع اطار السي ومع اطار الدي، في حين انه مع البي حيكون نصهم جاي ونصهم لا، يعني حيكون هذه المنطقه مش جايه مع مين؟ هاي المنطقه وهاي جايه مع البي داش، وهاي المنطقه جايه مع مين؟ مع البي، وبالتالي البي بعد البي داش حتعمل اليمينيشن لحالها من حالها وتطير. ولو لقينا هان كان مره بالعكس على الجهه الثانيه اللي هو عند
الايه، حلاقي جزء من الهان جاي مع الايه وجزء مش جاي مع الايه، حكون ايه مع اذاش حتصير ايش حتطير، وبالتالي إيه حكون عندنا الفكرة انه مش حيزبط ال حتعمل الانيميشن، فحضل عندنا في الاخر المتبقي عندنا في الحالة هذه اللي هو ايش ال سي والدي، ونفس الموضوع مع الاي والبي. حنلاقي عندنا مثلا في التيرم هذا اللي هو هنا الفاتح اصفار، حيجي جاي في الاي وجاي في البي، حضل هو. اما البي داش عفوا السي داش والسي حيكون موجود فيهم وحيطير، هنسي داش، وهنا حكون مع جاي مع الدي والدي داش، فتروح الدي والسي. تمام، نفس الموضوع مع البي دي داش، لو قررنا ناخذ هان البي حتلاقي موجود دائما البي حالتين البي، لكن مع البي جاء في اي اطار مع مين؟ مع الدي داش، لان هان هذولا وهان جاي، يعني هذا المربع هيك مع هذا هيك جاي في اطار الدي داش، لانه مش داخل مع الدي نهائيا، داخل مع عكس الدي وداخل مع البي نفسه، فاكون ماخذ ايش؟ بي دي داش. تمام، فاكون الاف داش عند الاصفار لو اخذناها نفس طريقه المينتيرمز والماكس تيرم اللي حكيناها المره الماضيه، حيطلع عنا بنفس الشكل هذا الاي بي زائد سي دي زائد بي دي داش. ابلاي دي مورجان ثيوريم، اف بتساوي او بيعمل ابلاي الاف لدي مورجان، بنطبقها على النقطه هذه الاف داش، لانه عندنا الاف داش مزبوط هي الاصفار، بنطبقها عليها، بنوزع الداش على كل الاقواس هذه، بمعنى انه احنا بنحط هان على كل هذا بين قوسين، وبنخلي هذا الداش تيجي هنا وبنشطب هذا الداش. تمام، بصير عندنا هان ايش اف، وبنوزع الداش جوا، بصير عاده بنوزع الداش جوا حسب دي مورجان، حسب دي مورجان بصير عندنا ايش اي داش زائد بي داش ضرب سي داش زائد دي داش ضرب بي داش زائد دي داش داش، يعني بصير دي كمان مره. تمام، او يعني نطبق مباشره الموضوع انه ايش نعمل مضروب الماكس تيرمز، فبنفكر بطريقه ايش تيرمز اوف الماكس تيرمز. تمام، نجيب الماكس تيرمز ونضربهم في بعض. تمام، نفس الفكره هذه. كيف نطبق الماكس تيرمز؟ قلنا من المحاضره قبل الماضيه، طبعا هذا الفيجر الماب هذا 3 8، حكون اف اوف اي بي سي دي بيساوي السم اوف بين تيرمز اللي هو 0 1 كذا عند العشره اللي هي مكتوبه كانت هنا فوق، وبيساوي بي داش دي داش زائد بي داش سي داش زائد اي داش سي داش دي اللي حكينا عنه قبل شويه فوق. المهم، او بنفكر مباشره، حكينا قبل شويه في موضوع مباشره في الماكس تيرمز، كيف بتصير القصه هذه؟ كما شو حتبين ان شاء الله اللي هي بالتيبل، بس مبدئيا قبل ما نكمل على موضوع التيبل كيف نعمل مباشره في الماكس تيرمز، نشوف كيف طبقنا العمليه. حنلاقي هنا طبقنا اف سم اوف برودكت اخذناها قبل شويه هنا، اللي هي ايش طلع لنا بي داش دي داش زائد بي داش سي داش زائد اي داش سي داش دي داش، حنلاقيها جايه عندنا هنا اللي هي ايش؟ طبقها اللي هي بي داش دي داش، هيها داخله هنا، بعدين دخلنا هنا ايش؟ ال بي داش سي داش، هي بي داش وسي داش مع بعض دخلناها من هنا، ودخلنا بعدين تحتان دخلنا الاي داش سي داش ودي. تمام، هاي اي داش وسي داش دامي هنا، وهي الدي دخلناها كلها طبعا بينهم ايش؟ هاي الاور اور، اخذنا هذا الاور. تمام، نفس القصه، حتى لو طبقنا الناتج العمليه ليش البرودكت اوف سامز اللي عملناها في ايش في العمليه في الجزء الثاني اللي هو طلعنا منها الاف هذه يعطيك الاصفار الماكس تيرمز يعني. تمام، بيطلع لنا هان اي داش بي داش يعني لا بالاور اور، وعندك كمان مرة هان سي داش دي داش بالاور، هيها وهان هالاي داش بي داش، وعندنا بي داش دي بالاور، هاي الدي وهاي البي داش جبناها من فوق من هنا نزلناها هنا، وكله ما طبعا مضروب في النص ضارب، وبالتالي هو الان. فبسطنا بالطريقة هذه عن طريق الماكس تيرمز البرودكت اوف سامز، استخدمنا نفس الآلية في آلية التبسيط. تمام، الآن إن شاء الله يكون موضوع الإمبلمنتيشن للدائرة عن طريق التبسيط باستخدام برودكت اوف سامز عن طريق الماكس تيرمز هي وضحت. الآن في كمان خطوة ثانية مباشرة بتكون، لو فكرنا مباشرة في موضوع الماكس تيرمز من الجدول، لو عندنا جدول زي هذا مثلا تروث تيبل اللي هو 0 1 1 كذا كذا، هي ناتجه. تمام، هي ناتجه زي ما شايفين،
فبنعمل بحكي عن الاف اف اكس واي زد، هاي عندنا متغيرات اكس واي زد مزبوط. حيحكون عن المتغيرات تبعتنا ايش، حتكون متغيرات عندنا اف اكس واي زد زي ما شو زي ما شايفين هان هيهم بالضبط تمام. وش البروت اوف سامز عندنا، وين في عندنا واحدات، هي عندنا واحد هو صفر واحد رقم، بكون رقم واحد تمام. هاي عندنا صفر وهي اثنين ثلاثة وأربعة مزبوط، هاي ثلاثة وأربعة وبعدين صفر بعدين خمسة مش جاية لخمسة، هاي صفر ثلاثة أربعة خمسة مش جاية في صفر قصدي فيها يعني، وعندنا الواحد اللي هو في الستة مزبوط. فخلنا هان ايش ال ايش sum of max term sum of min terms قصدي هي هنا تمام. فبيطلع عن هذا من الوحدات sum of min terms. طب بنطلع عن sum of max terms كيف؟ بنطلع على max terms انه من الاصفار وبنتعوض فيهم، فبنعمل product بدل sum product شايفين اسمه product هي الضرب، وبنطلع وين في اصفار، الاصفار جاي عند الصفر وجاي عند الاثنين وجاي ثلاثة أربعة عند الخمسة وجاي عند السبعة تمام 100% هيهم تمام. فايبرز أو مباشرة ناخذ taking the complement of f dash، ناخذ f dash نفس المكمل تبعها وبنطبقها عدل تمام. فكيف complement يعني نقول وين بيطلع عنا الموضوع هذا بتساوي ايش اصفار، طلع القلم بسرعة كلام اوكي. عند في عندنا هان ايش اصفار complement of f dash، يعني وين قلنا f dash بتساوي صفر ناخذها، بس عندنا هان وين جايه x داش y داش z داش تمام. وبعدين عندنا هان ايش x داش y z داش، وبعدين عندنا هان x y داش z، وبعدين هان x y z، جمعهم مع بعض وبطبق العملية عليهم بيطلع العملية ايش، بيطلع العملية اللي هي ايش، بيطلع عنا مباشرة ايش التيرمز اللي جابه عنا ايش المكتب، هو الان x داش زائد y داش زائد z بيطلع صفر، وعندنا هذا يعني هان كل اصفار، او عن x داش زائد y زائد z داش بيطلع الجواب صفر تمام. هاي كمان ايش هاي اللي اسمه ومضروبهم في بعض في بعض، يعني بيطلع نكتب ايش x داش y داش z داش وهان بالزائد ضرب الترم الثاني اللي هو x داش y داش z تمام ضرب، وكذا يكون في صفر عندنا نعملهم جمع بعض، بنجمع كل الماكس تيرمز بتطلع المضروب تمام زي ما هو هنا. او بنعمل كومبلمنت بنجيب احنا ايش، يكون في عندنا وحدات وبنقلب الاشاره بنحطهم داخل، بجيب الاف نفسها الفانكشن اف وين بيساوي وحدات، بنحط التيرمز مثلا عندنا هذا الاكس داش واي داش زد في جوز تمام، زائد اللي هي عندنا الوحدات هان اللي هي اكس داش تمام واي زد، وبنكمل زائد الواحد اللي بعديها كذا. بعدين بنقول زي ما قلنا قبل شويه بدل ما هي بدل اف داش بنحط الاف داش هان، بعدين ايش بنشطبها وبنحط على كل الترم من اول اف كل الترم من اول اخر اف داش، وبنشطب الاف داش الان وبنوزع زي ما عملنا قبل شويه هنا، زي ما عملنا قبل شويه هنا لو قلنا الاف داش وزعناها على كل الترم وقلبنا الضرب الى جمع وجمع الى ضرب وبسطنا العمليه بالطريقه تمام. فهي المقصود هان بكلمه انه او بنعمل كومبلمنت الاف داش بنطبقها على العمليه وبيطلع لنا الجواب في الاخر اكس داش زائد واي زائد زد داش ضرب اكس زائد زد تمام بالتبسيط بالطريقه هذه تمام. طيب consider او خلاص نقول sum of min term نفس sum of min term procedure نفس العمليه بنكمل، انه هو عندنا التيبل اللي تبعت قبل شويه حولنا وزعناهم هذول الارقام هنا وزعناهم وين على التيبل على الجدول زي عشان على طريقه ايش اللي هي كارنو. فبنعمل الوحدات، الواحد قلنا عند في عند الواحد والتلاتة والأربعة والستة في وحدات زي ما شفنا قبل شوي، عند الواحد والتلاتة والأربعة والستة خدناهم هان حطهم الواحد وزعناهم هان وباقي كله أصفار طبعا في إنها صفر مش مكتوب بس أوكي. فعنا اف اكس واي زد بتساوي ايش؟ اكس داش زد زائد اكس زد داش. طبعا عدل على السريع بنشوف هذه ليش؟ لأنه عندنا هاي الوحدات وين جايات؟ الواحد جاي عند الزد مباشرة هي الزد مظبوط، وايش كمان؟ ايش هذا المشترك يعني ايش عقبال هذا؟ لا مش مجتمع معها
اللي هو الاكس داش، لان الاكس مغطي المنطقه هذه. مظبوط، هاي الاكس مغطي المنطقه، هاي المنطقه مش مغطيها الاكس، وبالتالي بتكون عندنا اكس داش، وبالتالي بيطلع عندنا اكس داش زد، هو اول ترم اللي هو الترم الثاني اللي هو هنا جاي مغطى في الاكس. مظبوط، الاكس كله جاي في الاكس، مش جاي في مين؟ في الزد، لكن لانه جاي نصه في الواي، جاي نص ونصه لا، وجاي نصه في الايش؟ لكن جاي كله في ايش؟ في الزد داش، اللي هي مش في الزد، يعني برا الزد، تمام مظبوط. فبالتالي بيطلع عنا هالاكس اللي جاي مع الاكس كلها زائد ايش؟ زد داش، او ضرب زد داش عفوا، بيطلع الجواب عنا هيك بالطريقه هذه. اكس داش زد زائد اكس زد داش، تمام. الكومباين ذا زيروز، نعم، او بناخذ الاصفار، لو عندنا هان هيان واحد وعندنا هان واحد وعندنا هان اصفار كان جنب بعض متجاورات، ناخذهم نفس الاليه، هاي الصفر وهاي الصفر وين جايات؟ هذا جاي مثلا كومبليتلي بشكل كامل وين؟ في الزد داش، هيها في الزد، لانه برا الزد جاي هان وهان، وبالتالي بكون الزد داش كومبليتلي، وجاي برضه في الاكس داش، فبيطلع عندنا اكس داش زد داش مباشره، هان كلها المنطقه هذه كلها اكس داش وهان زد داش، نمحيها عشان نوضح الفكره. اوكي، نيجي هان كم مرة؟ لأن هان طبعا زيرو زي ما احنا عارفين، هناخد هادي وهادي، هادي وين جاية؟ هاي الإكس بغطي المنطقة هذه الإكس، مظبوط، بغطي هاي الإكس، قاعد كله هان إكس داش، تمام 100%، هاي الإكس داش أخذناها، وهذا مش مغطى في مين أو مين جاي في إطار كامل لمين؟ جاي في إطار الزد داش، لأن الزد مغطي المنطقة هذه فقط، مش مغطي غيرها. وهان بالتالي بيطلع المربع هذا بالكامل في اطار ايش؟ الزد داش، او زي ما قلنا قبل زمان في المنتينوز بنطلع الترم هذا الام 2 والام 0 ونحطهم جنب بعض ونختصر باستخدام القواعد المعروفه، بيطلع عندنا نفس الموضوع. يعني هنا حط هيطلع عندنا نصه في الواي ونصه في الواي داش، واي زائد واي داش مضروب في المعادله بيطلع عندنا او اور 1 ضرب مضروب يعني ايش صفر او واحد بيطلع الجواب واحد ضرب الواحد بيطلع الجواب اخر اكس داش زد داش. الطريقه التقليديه اللي حكينا عنها المره اللي فاتت. تمام. بيجي عندنا هان الاكس زد، كمان الاكس زد هذه في قصدي عفوا في كمان مربعين هم هان، هذا الاكس وين جاي؟ هاي مع الزد، تمام، جاي مع الزد هنا، وايش كمان؟ وجاي لكن جاي مع مين كمان؟ مع الاكس. تمام، فبيطلع عنا عمليا احنا جاي متقاطع مع الاكس والزد، هذا الترم اللي هو الاف، وهذا بنسميه احنا ايش؟ الاف داش، اللي بعبر عن مين؟ عن الاصفار. لو جبنا الاف داش حطيناها هان، شطبنا الداش اللي فوق شطبناها حطيناها هان ووزعنا، بصير عندنا اكس داش زائد زد ضرب اكس زائد زد، تمام؟ بطريقه بتمش عمليه التبسيط. لا فهمتوا القصه اللي حكيت عنها قبل شويه، انه احنا هان لو نزلنا هذا اف بدل اف داش بتصير بتساوي ايش؟ وزعنا هان بصير الضرب الجمع هذا بصير هان ضرب، بصير عندنا هان وزعنا هان داش وهان داش، فبيطلع عندنا هان اكس داش زائد زد داش ضرب اكس داش داش زائد زد داش داش، يعني بصير ايش؟ اكس وزد ومباشرة. هاي التبسيط لو بدنا بالطريقة الثانية نحكي عنها، تمام؟ هاي موضوع ايش؟ السم اوف من تيرمز بروسيجر، من اجل عملية التبسيط باستخدام السم اوف ايش؟ سم اوف من تيرمز، انه نحول نجيب المن تيرمز ونقلب الاف داش، تمام؟ هاي الفكرة الثانية، انه تبسيط الماكس تيرمز باستخدام السم اوف من تيرمز، تمام؟ الآلية الثانية. قبل هيك بدنا نحكي عن ايش؟ اللي هي اللي هنا product of sum simplification، تمام، اللي هي على الماكس تيرمز. هان اللي استخدمناها وضحناها، او sum of min terms بنجيب الاصفار الوحدات ونقلب الاشاره من اف داش وبنعمل الاليه الثانيه حكينا عنها قبل شويه. فالتين اليتين موجودات، مش حطول في المحاضره هذه بالذات عشان بدك تستوعبوها كويس في طرق التبسيط المختلفه. زي ما حكينا ابلاي دي مورجان ثيوريم وجيب الاف داش، او بطبق مباشره بجيب الماكس تيرمز عدل وبتشتغل عليهم الماكس تيرمز عدل زي ما حكينا بالاول. اعطيه بوزيتيف سامز، استخدم هذول بطلع على المشترك
أو بتجيب عدد الإف والإف داش تحت الأصفار وبتبسط عن طريقهم زي ما حكينا. وهي الإكزامبل طلع نتائج هي تبسيطين مختلفين لكن نفس التبسيط أو تبسيط اثنين تبسيط صحيح. بيجي عمود تطبيق السم اوف بن تيرمز، بنجيب البن تيرمز هم الأصفار الوحدات بنقلبهم الإف مقلوب الوحدات زي ما احنا عارفين، مقلوب البن تيرمز بيكون هو الإف داش اللي هو الماكس تيرمز، بنطبق المعادلة الرياضية عليهم بالتوزيع الداش الداش بتطبيق قاعدة مورجان، بيطلع عن التبسيط الجديد اللي بنحكي عنه هنا قاعدين تمام. وعملناها في تعطيك الجداول اللي هي لأجار كارنو وطلع عن الحل بالطريقة زي ما احنا شايفين كيف التبسيط بصير تمام. طيب هذا بالنسبة لموضوع ايش السم اوف من تيرمز بروسيجر. نيجي على موضوع دونت كير كونديشن. احيانا بسبب استخدامنا البي سي دي كود احيانا في اكواد زي ال 1010 لعند ال 111 في الدون في البي سي دي كود، قلنا من زمان هذه اللي بسموها غير ايش غير ملهاش اي قيمة، يعني هذا بسموه دونت كير لا تفيد في شيء. The value of the function isn't specified for certain combination of variables. The function الدالة المنطقية الاف تبعنا لا يعطي أي قيمة أو نتيجة بناء على تركيبته، يعني في بعض المتغيرات. فبسموها don't care condition. Don't care condition غير مهم وكان utilized ممكن استخدامه بأنه هو don't care. إيش بكون don't care؟ يعني يكون صفر أو واحد بيهمنا، لا يغير من الأوتبوت، لا يغير من ناتج الفانكشن تمام. شيء بسموه دونت كير، حطوا صفر حطوا واحد بيطلع نفس الواقع تمام. اذا يمكن يعمل يوتلايزنج يتم استخدامه في بطريقه منطقيه اللوجيك مينيمايزيشن، نعمل عمليه تبسيط الدائره تمام. وكان بي امبلمنتد از 0 او 1، ممكن نشغله او نستخدمه كصفر او واحد. اكزامبل 39 سمبليفاي اف دبليو اكس باي زد بيساوي السم اوف 1 3 7 11 15 تمام. هاي المجموعة ليش مجموعة المضريب which has the don't care condition اللي هو عندنا مثلا ال example 39، نشوف كم شايف في السلايد الجاي حيبين عنده اللي هو مضروب مجموعة المين تيرمز اللي هم في المين تيرمز عندنا واحد، يعني في واحد 7 و11 و15، وعندنا في don't care condition دي condition بسموها عند W في الـ function of x y z عند مين؟ عند ايش؟ 0 و1 و2 مجموع هاي الخلايا. يعني حنلاقي عند 0 و2 و5 في عندنا اكسات موجود، حتلاقي هنا عند 0 وعند 2 وعند 5 عندنا ايش؟ don't care، يعني حط 0 حط 1 في المكان هذا فبغيرش الموضوع عندنا اي حل. وبالتالي هذا الاكزامبل don't care عندنا f x y بيساوي f y z بيساوي y داش x داش والاف اوف واي زد زائد واي داش زد داش. لو لقينا هذا الاف بيساوي 0 1 3 5 7 11 عفوا 0 1 2 3 7 11 15 حكون عندنا هذا الاف الثاني 1 3 5 7 11 15 تمام. لاحظ هان انه هان في الحاله هذه حط ايش مثلا الفايف اللي هنا اخذها انها واحد وله ذلك وممكن نحل بالطريقه هذه. في الحاله الثانيه ايش حل؟ اخذ التنين عندنا اللي هي هذه انها واحد، فعمل sum of min terms واعتبر الام 2 بتساوي واحد عشان يبسطها الحل، وبالتالي اخذ الحل كل الاطار هذا والاطار هذا عشان يبسط عن طريقه وهو حل جائز، لانه لو حطينا صفر او واحد محل الاكسات حيطلع نفس الناتج. فاستغل هو الام 0 في الحاله هذه، استغل الام 0 والام 2 حطهم وحدات تمام. طيب زي ما شايفين الام 0 والام 2 حطهم واحد بدل الاكسات وحل وبسط الفانكشن باستخدام واعتبرهم وحدات. في الحل الثاني وهو جائز ايضا لانه هذا حسب انت كيف يعني هذا حسب الخبره والاكسبيرينس تبعت اللي بحل السؤال، بلاقي هذا ابسط هذا افضل هذا اسرع كيف ما بده، بلاقي الحل الانجز. لقي لا انا مش لازم احط الام 0 والام 2 وحدات، بكفيني احط الام 5 بناء على خبرته وطبق الحل عليها. فقال لك انا باخذ هنا الاربعه، باخذ الاربعه هذول كم مره مع بعض وبحل على اساس انه هاي الاربعه جنب وحدات وبسط المين تيرمز باستخدامه. طلع عندنا الفانكشن في الحاله هذه لاول مره اف بتساوي واي زد زائد واي داش اكس داش. طبعا هذا تبسيط بعد ما طبقنا عمليه تبسيط المين تيرمز بنستخدم العامل المشترك واكس اكس او اكس داش، يعني x زائد x داش بيطلع واحد ضربه في بعض وبسط
وما إلى ذلك. حكينا عن المحاضرة الماضية مش هنحل كل الأسئلة كل مرة من الصفر، لأنه في أشياء تكون تراكمية بناء على أنه شرحت في محاضرات سابقة، ولا حتكون التسجيل يقول 4 ساعات بعدين. غير أصلا في المحاضرة الطبيعية كمان ما بقدرش أشرح كل الإشي من الصفر كل مرة، لازم بكتفي بأن أنبه أنه هذا شرحنا المرة الماضية عليه وبكمل تكمين عليه. تمام. فبعد تبسيط واستخدام هدول من تيرمز عندنا، حيطلع عندنا الاف بتساوي واي زد زائد واي داش اكس داش، وعندنا الاف هم بتساوي واي زد زائد واي داش ايش زد. تمام، طبقناها بالطريقه هذه. تمام، فطبقناها على التبسيط على الجدول هنا لما اعتبرنا الام 5 بتساوي 1، طلع عندنا الناتج عندنا واي زد زائد واي داش زد. طبعا حلول مختلفه لكن كلاهما تبسيط صحيح وجائز. الامتحان يعتبر لو كان في سؤال زي كده حسب شطارة الطالب، ايش هو شطارة اسمه ايش ما يحل، اهم شيء يبسط لنا البولين اكسبريشن بحيث يطلع لنا اقل عدد من الفاريبلز المستخدمه واقل عدد من ايش من البوابات المنطقيه الضروريه لانجاز الحل. هذا بالنسبه لموضوع ايش كيف استخدام الدونت كير كونديشن. تمام، حسب المثال نيجي هنا ناند اند نور امبلمنتيشن. عندنا النان اندر امبلمنتيشن اللي هي كيف نستخدم نركب او اي دائره منطقيه باستخدام الناند والنور. تمام، فالناند جيت از يونيفرسال جيت، هي بوابه عالميه. كان امبلمنت اني ديجيتال سيستم، ممكن عن طريق نعمل امبلمنتنج لاي بوابه رقميه باستخدام الانفرتر. وعندنا الناند وهي مع انفرتر بتصير اكس واي، يعني مثلا عندنا اكس واي اكس اند واي عكسناها على المخرج صارت نان، وعملنا كم مره انفيرجن الناس بيطلع لنا الجواب ايش اكس واي، وكذا بحكي عن اند عاديه. تمام، فبرضه باستخدام الانفيرتر والناند طلعنا عنا الاند. تمام، الاور هي نوت اور، دخلنا اكس داش واي داش على الاور، وعكس الناتج كم مره بيطلع لنا اكس داش اند واي داش. تمام، كله في داخل الداش وزع عن طريق دي مورجان، حيطلع الجواب عندنا اكس زائد واي. لو وزعنا الداش على جوا بيطلع عن اكس داش داش زائد واي داش داش وتساوي ايش؟ اكس زائد واي لما نطبق العمليه كامله. ذكرتكم فيها الداش دخلناها جوا صارت اكس داش داش، الضرب صارت جمع زائد، والداش كم مره دخل جوا صارت واي داش داش، يعني اكس داش داش زائد واي داش داش يعني بتساوي اكس زائد واي. تمام؟ فبالتالي عملنا امبلمنتنج للاند والاور باستخدام الايش؟ الناند والنور. اي دائره وها قس على ذلك اي دائره مهما كبرت، تو ليفل ولا تو ستيجز يعني مالتي ليفل، مش بس مش مش بسيطه بمستوى واحد، برضه حنطبقها وحيطلع نفس ايش؟ الناتج. نيجي هنا تو جرافيك سيمبل فور ناند جيت، عندنا هان اكس واي زد، الاند انفرت اللي هو اكس واي زد انفرتد، وهان انفرت اور اكس واي زد نوت اور اكس داش واي داش كذا زائد زد داش دخلناها طلع لنا ايش؟ الناتج عندنا بيساوي اكس زائد واي زائد زد كله في الداش حسب ما تو عملنا في ايش؟ في الحل الماضي. يعني هال ان الاند انفرتد بيطلع اكس اند واي اند زد انفرتد، بدنا كمان مره هال انفرتر بصير اكس زائد واي اكس واي زد. مظبوط، يعني حطينا هال انفرتر، حطينا هنا انفرتر عليها بتروح هذا اللي ان شاء الله. مظبوط، بصير عندنا اكس واي زد نفس الفكره. والاور انفرت دخلناها انفرتها بيطلع لنا يعني ايش؟ اكس واي زد انفرتد، حط لها كمان مره انفرتد انفرتر بصير لها انفرتر انفرتر بصير ايش؟ بتساوي اكس واي زد. لو حطينا كمان مره بسبب الانفرتر هذا حطينا انفرجن اللي هو هذا الانفرجن الزياده بيطلع لنا الجواب اكس واي زد. مظبوط؟ بيطلع الجواب هنا اكس زائد اكس واي زد زي ما حكيت تحت 100%. هاي الفكره زي ما ها بالضبط نفس الفكره، هي اللي هي اكس واي. هان شفت كيف اكس واي زد، بس لو بدنا مدخل ثاني هان انفرت بيطلع هان اكس زائد واي، حطها انفرت بتطلع اكس واي. تمام، اوكي، يعني هان طبقنا عليها هذه اللي هي اور، ندخلها حطها كامرة انفيرت بصير اكس داش واي داش داش كله في الداش، هان بيطلع الجواب عندنا هان بالاور، حط عليها علامة اسمه توزيع بصير اكس واي زد. تمام، وكامرة انفيرت بصير ايش بتروح. هذه هي القصة، نفس الفكرة اللي كانت هنا انه حطينا مع الاند حطينا ايش اور، ها بس عندنا ايش اور، هان عندنا اور
غيرها بس نفس الفكرة، بس عندنا اور اكس داش واي داش زد داش يعني الاور داخله، وهان كانت داخله على الاند. المهم هنا يعني استخدمنا الناند في الحاله هذه، وهان نستخدم ايش التو جرافيك سيمبل فور ناند اللي هي عندنا هان انفرت اور، حليها بالضبط حتطلع عندنا هان اكس واي داش تمام اكس واي زد كله بداخل الداش. ليش؟ لانه هذه القيمه زي ما احنا شايفين عندنا في الحاله هذه ايش عملت، لو طبعناها مظبوط حنلاقي هان اكس داش زائد واي داش زائد على الاور تمام. لو جينا طلعناها حطيناها كم مره، بس يعني هان ايش خذ الداش على المشترك برا وحول الزائد الى ضرب، بتصير اكس واي زد يعني اكس اند واي اند زد يعني بتصير اند، بس ايش في عليها اشاره الداش فبصير نوت اند. طب فعملنا هان عمليا صارت هاي الدائرة عبارة عن ايش؟ ناند مظبوط، صارت هذه عبارة عن ناند ثانية نوع. فالناند يا بيكون شكلها هيك يا بيكون شكلها هيك الناند. فتو جرافيك سيمبلز فور ناند جيت بالطريقة هذه، يعني هذه تعوض عن هذه بالضبط تماما زي ما احنا شايفين تمام. لاحظ هون في عندنا داش وهون في عندنا نفس الناتج، شايفين نفس الناتج. وهنا اوكي طيب تو هان ليفل امبلمنتيشن، كيف نعمل تو ليفل امبلمنتيشن؟ نعمل ناند ناند سم اوف برودكت، يعني مثال اف بتساوي اي بي زائد سي دي، وانا وزعنا هان اي بي داش ضرب سي دي داش كله في داخل الداش بيساوي هان، لو وزعنا الداش الخارجيه على جوا بصير عندنا اي بي داش داش بس يعني اي بي، والضرب بصير جمع زائد ان سي دي دا سي دي داش داش بتساوي سي دي تمام. اوكي اكزامبل، الان عندنا 13 مثال من امبلمنتنج الفانكشن اف اوف واي زد اكس واي زد اف اوف اكس واي زد ويساوي اللي هو sum of min terms عند الصفر 1 2 3 4 5 7، يعني 1 2 3 4 5 7 تمام. والايش فبالتالي عندنا الاف هذه حتساوي لو جمعناها مع بعض، حناخذ المربع هذا مع بعض، المربع هذا جاي مع الزد زي ما احنا شايفين، وجاي مع مين كمان؟ جاي مع الزد كاملة، ولو جمعناه مع البقيات حنعمل حلاقيه جاي مع الاكس نصه مع الاكس داش نصه، يعني حتروح الاكس والاكس داش، وجاي نصه المربع هذا مع الواي ونصه مع الواي داش، يعني حتروح الواي داش، بيطلع عندنا الجواب انه زد تمام. لو قلنا اخذنا المربع اللي هنا اثنين هذول جنب بعض حلاقيه جاي كله بالكامل مع الواي ومع مين؟ مع الاكس داش، مع مربع الاكس داش هنا تمام، فحلاقيه جاي مع الاكس داش. وبالتالي اللي هو مربع هنا جاي مع الاكس بالكامل وجاي بريه الواي، يعني جاي مع الواي داش، فهي ايش؟ اللي هو البنتين اذا نطبقه بيطلع لنا الجواب تبع اف بتساوي اكس واي داش زائد اكس داش زائد واي زائد اكس داش واي زائد زد. طبعا هذه تبسيط اللي على السريع بنشوفه من الجدول بعينينا، ممكن نطبق العمليه تاع الترنو اللي حكينا عنها في المحاضره الماضيه بخطوط بسيطه ويطلع بالاخير تبسيط في الاخير نفس الحل هذا معنا. اعطيك التبسيط بالخطوات الطويله، طبعا كله حسب طالب كله حسب خبرته، طبعا اهم شيء يطلع الجواب عندنا مظبوط وتبسيط صحيح. المهم يعني يطلع ابسط صوره ممكن، طبعا اقل عدد من الفاريبلز واقل عدد من الايش من الجيتس والبوابات المنطقيه اللي لازم احنا نعمل امبلمنتنج للدائره ايش الرقميه تمام. اوكي نيجي هنا على ايش الاكس واي داش اكس داش واي وزد، حنلاقي عندنا اكس واي داش الان تمام، وعندنا اكس داش واي اند نوت اند قصدي، وهان انفرتر عندنا حنطبقهم، حنلاقي عندنا هان جاي اكس والواي داش دخلنا على ايش؟ على
بوابة الايش النوت اند نعم. وهان دخلنا الاكس داش والواي داش على بوابة ايش النوت اند كمان مرة، وبعدين دخلنا هان الزد انفيرتد بان، ولاحظ زي ما احنا ملاحظين استخدمنا هان ايش البوابة اللي هي مش الاور اللي هي ايش الانفيرتد اور، دخلناهم هان على بوابة ايش اللي حكينا عنها قبل شوية اللي هي ايش انفيرتد اور، مدخل دخلنا عليها ايش بانفيرتر من هان تمام. استخدمنا هاي البوابة اللي هي تعبر عن ايش عن بوابة اخرى من الناند، طريقة اخرى من الناند. اوكي هيطلع عندنا استخدامنا هذا الانفيرتد اور دخلناهم ليش؟ عشان هنستخدم هنا الانفيرتد اور، ما استخدمناش الاند استخدمنا الناند، طبقنا قاعدة الناند نور ناند انفيرتد اور كالمخرج، فهان قلبنا الاند لناند عشان في عندنا انفيرتر على المخارج، طبق حطينا هان انفيرتد اور عشان نستخدم هذا الانفيرتد اور، عفوا حطينا هان الايش انفيرتر على المخارج تبعت الاند عشان ايش فصارت هي الناند تمام عمليا. فبيطلع عندنا الفانكشن انه هذا انفيرت مع الفيرت بيطلع اشاره زي ما كانت في الاصل، وهذا انفيرت مع الفيرت بيطلع كمان اشاره زي ما كانت في الاصل، والزد لانه فيش عليه شيء بالاول حطينا له انفيرتر خصوصي عشان في عندنا انفيرتر على المدخل حطينا له انفيرتر سبيشال، فصار عندنا ايش استخدام الانفيرت اور اللي هي الناند مع البوابات هذه ايش الناند الاصليات اللي عندنا طالعين تمام. هاي الطريقه الاولى في الحل. الحل الثاني انه احنا عوضنا مباشره نفس الفكره هذه زي ما شايفين، اللهم ان هذا الزد هي حطينا زد داش بدل الانفيرت حطينا زد داش، وحطينا هان اكس واي داش اكس داش واي، وهان ايش هتلاقي عندك ايش الاف جاي تمام. فعندنا اكس واي داش واكس داش واي اللي هو ايش داخل اكس واي داش اكس داش واي بيساوي عندنا هان اللي هو ايش الناند استخدمناها هنا بدل ايش بدل الانفيرت اور تمام. نفس الاليه نفس الحل نفس الشيء زي ما حكينا في التمثيل الجرافيكي قبل شويه انه الانفيرت اور والناند انفيرت نفس الايش نفس الجرافيك سيمبلز نفس بده نفس المهمه للايش في البوابة المنطقية تمام. هاي الفكرة وهذا نفس الفكرة، اللهم ننتبه كيف نعمل المداخل والمخارج عشان يكون الإشارة صحيحة، كم انفرت نحط وكم دائرة وننتبه الموضوع هذا. إذا البروسيجر تبع الموضوع هذا عشان نعمل تو ليفل امبلمنتيشن باستخدام النان، نعمل سمبليفاينج للتيرمز من السم اوف برودكتس يعني المين تيرمز، بعدين الناند جيت فور ايتش برودكت تيرم نجيب الناند جيت لكل برودكت تيرم تمام، مش الاند نجيب الناند جيم ذا انبوت اوف ايتش ناند جيت ار ذا ليترز اوف ايش فور ذا سيم فيرست ليفل، هم دلوقتي يعني اول المداخل تاعت الناند اول مدخل بيكون هم الليترز او المتغيرات اللي دخلت على اول تيرم في الفيرست ليفل في المستوى الاول تبع الدائره، المستوى الاول طبعا عارفين وهذا هو المستوى الاول هذا هو المستوى الاول، بعدين البوابه الثانيه هي المستوى الثاني طبعا تمام. فالمستفاد if each stand at the letter level of the term and the first level term عمليا a single NAND gate for a second sum term، يعني ما نستخدم بعدين NAND gate واحدة عشان السكند تيرم أو السكند ليفل عمليا، يعني هنا استخدمنا واحدة وهنا استخدمنا واحدة، تنتين نفس الشغلة تنتين عبارة عن NAND زي ما حكينا قبل في السلايد اللي فات تمام. فسمى single بوابة واحدة بوابة واحدة single gate عشان نستخدم فيها النان جيت تمام. طبعا التيرم سنجل لترال يعني زي الزد قبل شويه اللي هو هنا الزد مثلا هنحط له عنا ايش انفيرجن، انتبه الموضوع نعمله انفيرجن سنجل لترال ريكوايرز ان انفيرتر ان ذا فيرست ليفل تمام. فعلا لما يكون في متغير وحيد مش داخل مع اند ولا او مع اند ثانيه بنشوفه بنعكسه عن طريق النان، بنضطر نستخدمه في الحاله هذه شو ايش انفيرتر على الفيرست ليفل تمام. اوكي مالتي ليفل ناند سيركتس البولين فانكشن امبلمنتيشن عند الاند اور لوجيك والناند ناند لوجيك، عندنا الاند اند انفيرتر وانفيرتر والاور ايش انفيرتر زائد اور اللي هي الناند، فهي البولين فانكشن نعمل امبلمنتيشن باكثر من طريقه، عندنا مثلا فور افري بابل ذات از نوت
compensated by another small circle along the same line in Z and Z. لكل إذا في عندنا سامنا الناد والنور، إذا في عندنا مثلا بابل زي هنا مثلا، ما فيش له في المدخل الثاني كومبنزيشن يرجع الإشارة زي ما كانت أصلا، بنحط لنا احنا انفيرتر على السريع عشان يعكس الإشارة. بس هان طبعا في الحالة هذه فيها عن مخرج النان، في عندنا بابل هو الانفيرتر يعني انفيرتر، وعلى المدخل انفيرت نور في بابل، فبلزمش نحط انفيرتر. بس لو في حالة إنه في عندنا أي بابل على الطرف الآخر فيش البابل عقبالهم البوابة نفسها منها وفيها، بنحط احنا على السريع إيش؟ نعمل انزيرتنج ذا انفيرتر. تمام؟ فبنستخدم المنطق هذا، اند بصير اند وانفيرتر، الاور بصير انفيرتر والاور بصير اند، ولاي بابل بحط له بابل يعمل له كومبنزيشن عشان نرجع الاشاره كما كانت سابقا. كامثله انا سي دي على الان اور، بعدين مع اور بي، بعدين كل هذا السي اند بي اور بي اند مع الاي، تروح اور فانكشن اف اللي هو جامل بي وبسي داش كذا. حنحولها هذه الان، حلقة السي دي قلبناها الناند، حولنا لهذا بين هذه اوصات نور عدل مقابل، والبي داش هان صارت ايش؟ هان صارت البي صارت بي داش. ليش؟ لانه عندنا هان بابل على المدخل الاور، تمام؟ فحطناها ايش؟ بي داش على السريع بما كانت بي، عملناها انفرتر عشان نعمل كومبنزيشن لبعض، الانفرترات يعملوا كومبنزيشن لبعض. الاور بيطلع الان وهان المخرج، وعندنا الاي مع الاند كذا، وهذه هي الاف. اوكي، وعندنا البي والسي داش هان انفيرتد لأنان، تمام؟ وعندنا هان ايش؟ اللي هو اف فانكشن اللي هو نوت ايش؟ انفيرت اور. فاف تساوي اي سي دي زائد بي زائد ايش؟ بي سي داش، تمام؟ اوكي، فامبلمنتنج اف بتساوي اي سي ضرب سي زائد دي ضرب بي زائد بي زائد بي سي داش، تمام؟ فهذه البوابتين نفس الشيء. اللهم انتبهنا انه لما نحول اي بابل انتبهوا فيه نعمل كومبنزيشن ونعمل اند لاند انفرت هنا اند، والاور حولها ايش؟ انفرت اور، ونجيب الاشارات بالطريقه هذه. وننتبه دائما على المداخل انه في اي شيء، اي زي ما كان هنا مثلا البي ما فيش عقباله هان اصلا هو بي داش زي ما هو بي، فلما دخلنا على انفرت اور لازم نحط له هان بي داش، نحط له انفرتر عشان ايش؟ نعمل كومبنزيشن للانفرجن تبعتها، تمام؟ هذه هي. فنان امبلمنتيشن عندنا مثلا اي بي داش اي داش بي وسي دي داش كله اند اند اور اور كذا، نعملها اند اور جيتس، نحط هذا اي بي داش ايش؟ نور، هاي ها تعمل كومبنزيشن مع هاي، هاي اللي كانت هنا صارت هاي النان عملها كومبنزيشن مع النور، تمام؟ زي ما هم والاشارات، وهم فيش تغير علينا. طبعا هان صارت انفرت اور، انفرت اور دخلناها اللي هي ايش؟ هذه بدالها، تمام؟ هنلاقيها داخله اللي هي الانفرجن اور، هنلاقي عندنا السي ايش صارت؟ صارت سي داش قلبناها، عشان هان عندنا بابل، والدي كانت دي داش صارت دي عاديه، صارت انفرت صارت ايش؟ دي عاديه، تمام؟ عشان صار عندنا انفرجن، هاي التغيير صار هنا شايفين لاحظته؟ تغيير صار هنا. دخلناهم الاثنين على الاند، صارت هي ناند ايو ناند بالضبط، وبما انه احنا نطلع ذا الفانكشن نفسه هو اف مش اف داش، عملنا هان كمان مره انفيرجن عشان الاشاره ترجع زي ما كانت. فهم باستخدام الناند جيت اند اور جيتس كيف كانت؟ حولناها للناند جيت. في طبعا تفهم القصه هذه كويس تشرب عشان الاساينمنت الثالث ان شاء الله والامتحان، تمام؟ اوكي. نعمل نور امبلمنتيشن. نور فانكشن از ذا دوال اوف ناند، هي الدوال فانكشن تبع الناند، تمام؟ فالدوال تبع الناند هو النور. ذا نور جيت از اولسو يونيفرسال برضه وعالمي، يمكن استخدامه في انه نعمل امبلمنتنج لاي دائره. فعندنا عشان نعملها حناخذ الانفرتر، وعندنا الاور نفسها، حصير مع الانفرتر بصير نور، وكمان الانفرتر بصير ايش؟ عباره عن اور. فطبقنا الاور بالنور وانفيرجن صارت اور، تمام؟ فالاور هذه عباره عن اور كلها مع بعض، مظبوط؟ لانها يعني نور مع انفرتر. والاند هي انفرتر، وانفرتر صارت اكس داش واي داش مع على النور، تمام؟ على النور تبعتنا هذه. لاحظوا ان هذا البابل برا صارت نور، مش الانفرت اور قبل شوي على المداخل كانت البابل، صار على المخرج يعني النور، تمام؟ فدخلناها بيطلع جواب عندنا اكس داش زائد واي داش كله في داخل الداش، وبالتالي بصير عندنا عباره عن اكس واي يعني اند،
صحيح؟ يعني عند فاحنا ممكن باستخدام ايش؟ النور نعمل اي شيء بدنا اياه، نعمل اور او نعمل الاند، هيا نعمل نور امبلمنتيشن لكل باب. فهي عباره عن نور از ا فانكشن، فانكشن از ا دوال لبنان، نور جيت از اوسو يونيفرسال جيت، وممكن عن طريقها نعمل امبلمنتنج لاي نوع من البوابات المنطقيه باستخدام الايش؟ الايش؟ النور مع الانفرجن. انتبه انه في انفرتر عشان نرجع الاشاره زي ما كانت، في حالنا انعكست الاشاره. طيب two graphic symbols for NOR gate اللي هو عنا ال OR invert اللي هو هذا X Y Z dash، وال invert اللي هو إيش invert AND، هي عنا هان invert وعنا هان إيش NOR، تمام؟ ال X Y وال X dash Y dash Z dash بساوي X Y كله في داخل ال dash، تمام؟ two graphic symbols for NOR، يعني اثنين هذول عبارة عن النور not OR، نفس الإشي. يعني لو دخلنا X dash Y dash Z dash زي ما شايفين هان على الان بصير هم اكس زائد واي زائد زد بالداش، يعني هو عباره عن نوت اور، لانه هاي نوت اور بالضبط اكس اور واي او زد كلها على الاوتبوت انفرت بيطلع اكس زائد واي زائد زد كله انفرجن. بتلاحظوا هذا هو نفسه هذا مظبوط، وهذا هو هذا، فبالتالي هذول الجرافيك سيمبلز الاثنين هم يعبروا كمان ايش؟ عن النور جيت، يعبروا عن ايش؟ عن النور جيت. يعبر الاثنين عن النور جيت. طيب الاكزامبل عندنا اف بتساوي اي زائد بي زائد سي ضرب سي زائد دي، طبقها بيطلع لنا اي اور بي وسي اور دي والاي، بس حندخلهم كلهم على ايش؟ على الانفرتد اند، انفرت اند حندخلها هنا، تمام؟ كيف حندخلها انفرت اند هان؟ ما دام عندنا انفرت اند لازم نقلب الاشاره على المخرج، تمام؟ بصير عندنا هان ايش؟ انفرجن مع انفرجن، فقلبنا هان هان جابنا انفيرجن مع الانفيرجن هذا، وعملنا هان انفيرجن مع الانفيرجن هذا. طب هذا انفيرجن وهذا لتر لحاله الاي، فحولنا الاي العاديه الى اي داش زي ما انتم ملاحظين، صحيح؟ وهي بيطلع الفانكشن بالطريق، فايش عملنا امبلمنتيشن للدائره هذه باستخدام الايش؟ النور جيتس زي ما احنا شايفين، تمام؟ وبالنور جيتس قلنا هذه انفيرت اند هي عباره برضو عن ايش؟ نور، وهذه اور برضو عباره عن نور، تمام؟ اوكي اكزامبل اف مثلا عندنا اي بي داش زائد اي داش بي ضرب سي زائد دي داش سي اور دي داش، تمام؟ نزلها هان عندنا هان اي داش على السريع، ليش؟ لانه هان ايش؟ انفيرجن، فحولنا الاي الى اي داش، البي اصلا هي بي داش صارت بي عشان في عندنا هان انفيرجن، تمام؟ دخل هنا على الاور عادي، عندنا الاي داش صارت اي زي ما شايفين، لانه كان عندنا هان اي داش، صحيح؟ والبي داش لان اصلا كانت هي بي فيش بي داش، فعشان فيها هان وطلعوا هان ايش؟ على الاور تبعتنا. عندنا السي والدي، السي داخل زي ما هو عدل لانه مش مطلوب اكثر من هيك، والدي داش زي ما هي لانه عندنا هان ايش؟ اور، دخلناها على ايش؟ على نوت اور، تمام؟ بس ليش عملنا هان نوت اور وما عملناش انفيرجن كم مره بعديها؟ ما عملناش هان انفيرجن، ما عملناش، ليش؟ لانه عندنا هان اصلا انفيرجن على مدخل الاوتبوت الاخراني اللي هو ايش؟ انفيرتد اند على المخرج، صحيح؟ فهذه بتعمل كومبنزيشن مع هذه، ولا يلزم في الحاله هذه نعمل انفيرجن اضافي في الطريق كان، تمام؟ فبالتالي ما لزمش بس هذه وهذه، تمام؟ اوكي فهذه عدت هذه، وهنا طبعا عندنا ايش؟ اللي هي نور اخذنا عندها الانفيرتد اند عقبالها فعدلوا بعض بالتالي طلعت النتيجة هي حسب المطلوب باستخدام الناند والاور، تمام؟ لأنه هذا عدلت هذه معها، وبالتالي صار عندنا الانفرجن هذا بيعمل كومبنزيشن مع الانفرجن الثاني هنا، فبيطلع الفانكشن زي ما هو 100%. اوكي نكمل. other two level implementations اللي هي wired logic اللي هو ان شاء الله اخر شيء في المحاضرة هذه. هو الواير كونكشن بين الاوتبوت اوف تو جيتس، يعني عندنا هان هي اوتبوت وهي اوتبوت الجيتس هذول، مظبوط؟ هي اوتبوت وهي اوتبوت، بلاقيهم نعملهم ايش؟ في المخرج موصلين مع بعض، البوابه هذه عباره عن واير كونكشن، يعني ما فيش شيء منطقي في النص. ونفس الموضوع عندنا هان بوابه وهان داخلين مع بعض، شايفين كيف؟ موصلين مع بعض عدل، موصلين مع بعض عدل، تمام؟ فاي واير كونكشن بين الاوتبوت اوف تو جيتس. وعندنا هان open collector TTL and gates wired and logic with an OR output of ECL gates wired OR logic، تمام؟ if
بيساوي AB داش ضرب CD داش بيساوي AB زائد CD كله هان داش. وهان عمليا نوزع هذه، هنوزع هذه الأقواس جوا في الداخل، هنلاقي هذا لما ندخلها بتصير هان AB داش ضرب CD بين قوسين داش. نكتبها عشان نوضح الفكرة يمكن أحسن. هنلاقي لو دخلنا الداش داش جوا حتطلع الجواب عندنا AB بين قوس داش ضرب اللي هي الزائد، هذا صار ضرب، هاي الزائد صار ضرب، افتح قوس سي دي سكر قوس داش. تمام، فحولنا هذه البرج اسمه برج السيمتري. هذا هي توزع كمان مره، هذا جوا الداش على جوا بتساوي اي داش زائد بي داش اللي هي هذه، هذه وزعناها كمان مره اي داش زائد بي داش. نفس الموضوع سي ضرب دي كله في الداش وزعناها على طريق دورجان داش جوا، حيطلع لنا سي داش زائد دي داش. تمام، هاي الفكره. اند اور انفرت فانكشن الاف هان لاي زائد بي داش زائد سي زائد دي داش، نفس القصه، وزع الداشات جوا حيطلع لنا ايش احنا بعد التبسيط، حيطلع لنا اي زائد بي ضرب سي زائد دي، بسطناها وزع جوا حيطلع القصه هذه، بيطلع لنا هان اي داش ضرب بي داش. تمام، وهان ضرب عفوا هان A زائد B، هذه هان حتصير A، أيوة A داش عفوا A داش ضرب B كله داش داش ضرب، أو عفوا زائد هان C داش ضرب D داش أو كذا. المهم بعد ما نوزعها تبسطها واضح الحرب ايش تمشي قلم براحة الواحد مظبوط معاه. المهم فحتلاقي هنا سي اللي هو الاي زائد بي داش زائد سي زائد دي داش بتساوي اي زائد بي. تمام، ضرب سي زائد دي كله في داخل ايش الداش مع بعض. تمام، يعني احنا لو عملنا هذه الزائد اخذناها برا، وين القلم، هذه الزائد تمام اخذناها صار عندناها ايش ضرب مظبوط، واخذنا الداش هذه الموزع جوا اخذناها برا، عملنا قوسين هذول قوسين طلع الداش هيها شايفينها برا، صارت هي A زائد B ضرب C زائد D، والداش خلناها برا على كل الأقواس، فعملنا عملية عكسية لدي مورجان، فعملناها إيش؟ or invert function اللي بدنا إياها. تمام؟ فطلعت إن هذه اللي هي or إيش invert function زي ما شايفين بالطريقة هذه. فعندنا حيطلع عنا A زائد B اللي هي inverted، C زائد D اللي هي or يعني برضو inverted في الآخر هذهن ضرب إيش؟ بضغط في بعض وتساوي F A زائد B ضرب C زائد D داش. هذه هي عملية الناتج تبعنا اللي قلنا قبل شوية، يعني هذا هاي الجواب، وهذا اللي هان فوق هو هنا الجواب، هذا A هو AB زائد CD داش وتساوي AB داش كذا كذا. تمام، فهي وورد اند ان او بي كوليكتر تيت ال ترانزستور لوجيك ناند جيتس، هذه اند اور انفرتر اللي بسموها هيك and or inverter or and inverter. تمام، اللي هي or and inverter، هاي or and وهان ايش and or inverter. تمام، بالآلية اللي عملناها هان هي عندها or. تمام، اوكي، فهذه اللي بسموها تي تي ال and gates، وهان وير or تي سي ال gates. على العموم هذا بالنسبة لموضوع other two level implementation باستخدام الآلية هذه تي تي ال والوير ديت والنور ويسيل جيتس، يعني باب الاطلاع على الشيء ومعرفة انه في امكانية اخرى تشبيك الجوابات بطريقة اخرى زي ما احنا شايفين. هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم، وان شاء الله تكون الامور وضحت.
وفي تسأل استفسار بنخش على اللايف أو بنشوفكم لايف في أي وقت مناسب أخرى حسب ظروف الكورونا والإغلاق والتسكير والفتح تحت البلد. فإحنا إن شاء الله إلى لقاء آخر، وإن شاء الله تكون الأمور وضحت، ومتواصل على الواتساب جروب أو على إيش على اللايف إذا كان في إيش مش واضح. يعطيكم العافية وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.